وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من دبي المفكر والخبير الإعلامي الدكتور علي الشعيبي. مرحبا فيك دكتور. وسلسلة طويلة من السلوك التآمري القطري، وعرب ذلك رئيس الوزراء السابق حمد بن جاسم، تطابق ذلك مع أحلام وأوهام النظام الإيراني لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة. دكتور، ما هو تعليقكم حول ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البدء اسمحوا لي بأن أقدر عاليا التعامل الإعلامي البحريني الرصين مع الأزمة القطرية ورؤية معالي وزير الدولة لشؤون الإعلام الأخ علي بن محمد الرميحي في إدارة خطاب إعلامي خليجي بعيد عن التشنج وقريب جدا من المهنية المفترضة لإدارة الأزمة الإعلامية. هذا في البدء. أما في التعليق، حقيقة أقول يبدو أن الملفات بدأت تتكشف سريعا، وهي عبارة عن سلسلة حلقات كل حلقة تدور حولها أو بعدها الحلقة الأخرى. حقيقة التسجيل الذي الآن هو منسوب أو التسجيل صوتي المسرب بين رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري السابق حمد بن جاسم وأمين عام جمعية وفاق المنحلة علي سلمان يمثل حلقة خطيرة حقيقة في سلسلة التآمر على هذه المملكة الجميلة، هذه المملكة الرائعة وشعبها لنقل الخليجي المحبوب من جميع الناس. هذه السلسلة هي دليل إضافي على تدخلات الحكومة القطرية في الشؤون الداخلية وكذلك دعمها للجماعات المتطرفة. ناهيك عن استهداف هذا التسجيل المسرب لقضية أو تدخل قوات درع الجزيرة في البحرين، إن أحداثا شهدتها البحرين كثيرة جدا، وطبعا يبدو الآن أن أصابع الاتهام التي كانت موجهة لقطر بقت واضحة جدا، وأن المملكة تمتلك من خلال آلياتها المختلفة الكثير من الأدلة والبراهين لتقدمها للمحفل الدولي والمحفل العربي وللمواطن البحريني بالأساس والمواطن الخليجي لتفنيد كل هذه الأمور. نعم دكتور، إعلام النظام القطري وعلى رأسه قناة الجزيرة القطرية والمنصات الإعلامية المشبوهة كرست طاقاتها لصالح المارقين والإرهابيين ومثيري الفتنة في دول المنطقة، خدمة لمشروعها التآمري في انتهاك سيادة جيرانها وأشقائها. ألا يعد ذلك دكتور مخالفة صريحة لطبيعة العمل الإعلامي وأيضا للمواثيق الدولية؟ دعني في البدء كإعلامي أؤكد أن كل وسيلة إعلامية ما هي إلا عبارة عن صوت تابع لهذه السياسة أو تلك، لكن عندما يتجاوز هذه العملية الإعلامية ذلك الصوت وتستخدم كأداة من أدوات الحرب ضد الآخرين، هنا حقيقة يمكن توجيه أصابع الاتهام لانحراف هذه الوسيلة عن لنقل أسس تكوينها. الجزيرة وطبعا والمنصات الأخرى حقيقة يجب أن لا ننسى أن هناك ماكينة إعلامية سواء كانت إيرانية أو عربية تأتمر وفقا لهذه الرؤية وتحاول أن تلفق الأكاذيب وأن تحاول أن تزعزع حتى ثقة الناس بشعوبها وثقة الناس بحكوماتها وثقة الشعوب بحكوماتها. هذه المنصة الإعلامية الكبيرة جدا والتي طبعا تصرف عليها مليارات الدولار لم توضع إلا لإحداث هذا الشرخ في بنية الإنسان الخليجي وفي بنية الإنسان العربي ومن ثم الضرب في منظومة التماسك ضمن منظومة مجلس التعاون الخليجي، ولو أنني أرثيها الآن أقول أين ذهب مجلس التعاون الخليجي. هذه الآلة الإعلامية والماكينة الإعلامية التي سميتها أنا في أكثر من مقابلة بالبلدوزر الجزيرة والمنصات الأخرى حقيقة عمل إعلامي منظم ومرتب وفق أجندة خاصة في قضية التدمير. هذا التدمير الذي كان يستهدف الإنسان يستهدف كل الحكومات في المنطقة ويستهدف أيضا خلخلة وعي المتلقي الخليجي ووعي المتلقي العربي لأمور سياسية أخرى. الإعلام القطري ومنصاته المختلفة وإلى جانبه الإعلام الإيراني لا يعمل من فراغ، حقيقة يجب أن نكون واعين لهذا الموضوع. هي عبارة عن استراتيجية إعلامية منظمة وقادرة على إيصال رسالتها. لا نقول نحترم هذا التوجه ولكن نقول أنها عبارة عن عملية منظمة تماما. كنا نحن ربما نتيجة لنقول بساطتنا ولحرصنا على الشقيق قطر لم نواجه هذا الخطاب الإعلامي بخطاب إعلامي خليجي منظم قادر على إيصال رسالة وقادر على تفنيد هذه الرسالة ومن ثم خلق وعي مضاد عند المتلقي، لأن كل رسالة كانت تهدف إلى زعزعة الأمن كانت بحاجة إلى خطاب إعلامي آخر. نعم دكتور، نعتذر لضيق الوقت. من دبي كان معنا المفكر والخبير الإعلامي الدكتور علي الشعيبي، شكرا جزيلا لك.